ملف المدير الفني القادم للنادي الأهلي، يبدو أن الملف يعني ما زال هناك حالة من البحث، ويعني عملية فلترة لأكثر من اسم وأكثر من مدير فني. علمنا أن كيروش بيخرج من الحسابات، هناك أكثر من مدير فني تم طرح اسمه خلال الفترة الماضية، كان في اجتماع من المفترض يتم اليوم تم تأجيله طبعا علشان وفاة أخت الكابتن محمود الخطيب والعزاء يوم الأحد، وبالتالي الاجتماع هيكون اثنين. اتقال أسامي كتيرة، يمكن تم طرح العديد من الأسماء من ضمنها طبعا إيدي هوتر المدير الفني لفريق بروسيا مونشنغلادباخ، النمساوي إيدي هوتر اللي مسك فريق بروسيا الألماني، ولكن يعني علمنا أنه مش من ضمن الحسابات في الفترة الحالية. زي ما قلت كيروش بيخرج، كمان ماركو روزا مدرب بروسيا دورتموند السابق يمكن الأهلي تواصل معاه ولكن خرج برضه من حسابات النادي الأهلي لأنه مش عايز يبقى موجود في بعض الأندية خارج أوروبا. فيعني ما زالت هناك عملية، كان أكثر من 10 أسماء من ضمن القائمة تم اختصارها لحوالي 5 أسماء وربما 3 أسماء خلال الساعات الماضية. وعلمت أن يمكن حسام غالي وامير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بيتحركوا مع أكثر من سيفي وابتدوا اجتماعات عبر خاصية زوم وعبر برنامج زوم، لأن النادي الأهلي حاطط أن لابد من حسم اسم المدير الفني خلال الأسبوع الحالي، يعني بنتكلم يعني ما قبل يوم 9/9/10/9 على الأقصى يكون تم الإعلان عن كل الأسماء. في النمساوي برضو إيديث هوتر من ضمن الأسماء اللي تم يعني وضع اسمها في دائرة المفاوضات. زي ما أنا بقول أسماء كتيرة يمكن مرشحة، أسماء كتيرة تم وضع اسمها، ولكن خلينا أقول هناك حالة تكتم شديد جدا جدا جدا. حسام غالي يمكن سافر لأوروبا برضو بشأن أكثر من موقف من ضمنها ملف المدير الفني، وكمان ملف الأهلي يفكر في معسكر احترافي معسكر إعدادي للموسم الجديد ربما في هولندا. فيعني الأهلي شغال على ملف المدير الفني في أسماء كتير، ولكن هناك تكتم شديد جدا جدا جدا. ويمكن أنا قلت المدرسة الألمانية موجودة بالقوة، يعني زي ما أنا قلت ربما يكون روزا، ولكن علمت أنه ربما يتم استبعاده. في ماركوس فانسترل ده مدرب شالكا السابق، ماركوس فانسترل ده اسمه مهاردة في النادي الأهلي، ولكن بلاش نسبة الأحداث. الأهلي حط معايير أن يكون المدير الفني ذو خبرة له شخصية قوية توج بالعديد من البطولات مع الأندية اللي شارك في تدريبها، وأن يكون عنده القدرة على السيطرة على نجوم الفريق والتعامل مع الإعلام والتعامل تحت ضغط مباريات وضغط بطولات. خلال أيام ربما لا يحسم هذا الملف ليتم الإعلان الرسمي من وجهة نظر المدرسة الألمانية، واردة واردة بقوة كمان يعني. لم يستقر الأهلي على أي شيء بالاسم يا أحمد حتى الآن، ولو اسمين ثلاثة أربعة؟ ما أنا بقول لك يعني يمكن في اسمين ثلاثة بيترددوا بقوة، زي روزا المدير الفني السابق في الدوري الألماني، ده من ضمن الأسماء المطروحة. يعني برضو أنا أقول بمنتهى الأمانة برضو في بعض الأسماء في المدرسة الألمانية تم ذكر اسمها، ولكن يعني عشان ما نقولش أسماء برضو من غير حاجة، هوتر في المدرسة الألمانية ماركوس هوتر اتقال اسمه النهاردة في النادي الأهلي، ويمكن احنا قلنا هوتر بيخرج من حسابات النادي الأهلي شوية. ليه؟ لأن يمكن هو مش عايز يطلع برا أوروبا، فتقال أكتر من اسم بمنتهى الأمانة، ولكن خلينا ننتظر. يعني أعتقد يوم الحد مش هيكون في اجتماع، يوم الاثنين هيكون في اجتماع الشورت ليست، الثلاث أسماء دي خلاص أعتقد هتبقى اسمها واسمين علشان النادي الأهلي يعلن بشكل كبير التحرك الرسمي نحو المدير الفني، عشان بنتكلم على آخر الأسبوع هتبقى بشكل كبير الإعلان بشكل رسمي للنادي الأهلي.